السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال أبنائي؟ أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا اليوم حول عالم الحيوان، ومن منا لا يحب الحيوانات؟ وكما درستم في مادة التربية الإسلامية، يجب علينا نحن الإنسان أن نحسن التعامل معها ونكون رفقاء بها. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن تابعوا معي النص وأنصتوا جيدا أعزائي. قطة متضامنة. لسارة قطة لطيفة تحبها كثيرا وتقدم لها الطعام بانتظام وتعتني بصحتها، وبعد مدة لاحظت سارة أن قطتها أصبحت تأخذ الطعام وتختفي بسرعة دون أن تتناول منه شيئا. قررت سارة أن تكتشف السر، وعندما حان وقت الطعام قدمت لقطتها سمكة فأخذتها وانطلقت كالسهم تعدو. تبعتها سارة وهي تتجه نحو مكان مهجور، فرأتها تضع السمكة أمام قطة أخرى ولدت حديثا قطيطات. تعجبت سارة وأصبحت منذ ذلك اليوم تقدم لقطتها مزيدا من الطعام. إذن أعزائي، أعيدوا قراءة النص جيدا واستعينوا بهذه القراءة النموذجية، والسلام عليكم ورحمة الله.